أهلا بكم. وقف القائد وسط طهران شامخا في الميدان بلغة عربية وبجانبه البندقية، تأبين مليوني يليق بدرة لبنان متحديا كل التهديدات، خطاب نقط الحروف ووضع أساسا جديدا للمشروع مقاومة بلا حدود، خاطب الشعوب بمنطق الحقوق، جدد فيهم الهمم وزاد ثباتهم ثبات، وبعث الطمأنينة في نفوسهم. هنا اغتيالات وهناك قتل وسفك للدماء، هذا ديدن الأعداء، فمن لا يقدر على المقاومة فرض قدرته على الأبرياء. والهدف كما قال الإمام سياسة أمريكية رعناء تسعى لتحويل الكيان إلى بوابة لتصدير الطاقة، وهذا يثبت وجود الصهيون المغتصب. ولتحقيق كل هذا أنفقت مليارات الدولارات في غزة ولبنان ليحطم آمالها المكافحين والمجاهدين، ولا يحصد العدوان إلا الهزيمة والإذلال. وفي كل الأحوال والجبهات والتحديات بدأ نصر الله. مشاهدينا، نفتتح حلقتنا وإياكم لهذا اليوم بتقرير الزميل شيبان سامي عن أبرز ما جاء في خطبة الإمام الخامنئي خلال تأبين الشهيد القائد سماحة السيد حسن نصر الله. الشعب العراقي بل الشعوب الحرة في المنطقة وفي العالم اليوم خسروا خسارة كبيرة. مجالس التأبين هذه كلها تأكيد للتضامن لتأكيد هذه الخسارة، ولكن هي كذا كما أنها تشعر وتؤكد هذه الخسارة اليوم تؤكد أنها على هذا الطريق ثابتة ولن تتراجع. خط المقاومة خيار وحيد لمواجهة العدو الصهيوني فيما قام به من جرائم وقتل الأطفال. اليوم خط المقاومة في الحقيقة هذه الرسالة المهمة التي أراد السيد القائد أن يوصلها، أن هذا الخط الشريف الخط المقاوم سيتعرض وسيبقى يتعرض إلى مواجهات العدو، وسيبقى منتصر ما دام على خط المقاومة والمواجهة. أننا فقدنا سيد حسن جسدا، ولكننا لم نفقده روحا ولم نفقده مقاومة. أصبح لدينا زخم كبير من دماء الشهداء، ونعتقد وبشكل كبير جدا ونفتخر بتلك الدماء، أن الدماء للشهداء هي نبراس لنا تنور لنا الطريق. عشمنا وأملنا كبير جدا، ورأوه الإسرائيليين خلال هذه اليومين الثلاثة بأبطال حزب الله الصامدين، الأبطال الذين سطروا أروع الصور منذ قبل إلى الآن. لم يتزعزع حزب الله ولن يسكت إن شاء الله. هذا الجمهور الكبير والحضور ومآتم العزاء في كل العراق من كل التنوع العراقي هو دليل واضح على أن العراقيون جميعاً يستنكرون هذه الجريمة، بل كان ألماً كبيراً في القلب، ولكن كان الدواء تلك الضربات الصاروخية التي أتت من الجمهورية الإسلامية لتلحق الهزيمة بالكيان الصهيوني الغاصب. خطبة السيد الإمام الخامنئي رسم خارطة الطريق واضحة ومعلومة لكل الشرفاء
ولكل الذين ينادون بحقوق الإنسان على أن هذا الكيان الغاصب الغدة السرطانية التي سماها الإمام الخميني يجب أن تزال في الشرق الأوسط، كونها تمثل الشر كله من خلال قتل الأبرياء والنساء والأطفال. اليوم أنا في خطبة الجمعة كنت أدعو الله تعالى أن يكرر أبابيل إيران حتى تدك معاقل وملاجئ وأماكن هؤلاء المجرمين القتلة الذين لا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة. إن شاء الله النصر قادم، ولا يوجد نصر بلا دم، ولا يوجد نصر بلا شهادة، ولا يوجد نصر بلا رجال. دم السيد حسن نصر الله أحيا أموات، أحيا دول، ألف بين القلوب، أصبح إن شاء الله تعالى دمه الطاهر إن شاء الله سبب لنور يشع في آفاق المنطقة حتى تحت راية أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. مجرد حضور سماحة الإمام هي موقف كبير مع هذا الجمهور المليوني، مع هؤلاء المصلين المليونيين، فبالتالي بث روح النصر وروح التفاؤل في الأمة كلها، ليس في الأمة الإيرانية فقط وإنما في الأمة كلها. لا داعي للكلام عن بلاغة الكلمات التي قالها، لكن عن عمق المعاني التي عبر عنها أن إسرائيل رجعت 70 سنة إلى الوراء، معناها اقتربت من التلاشي، وهذا كله أمر مهم بالنسبة لنا. مشاهدينا، محور الحديث في حلقتنا لهذا اليوم سيكون عن أبرز ما جاء في خطبة الإمام الخامنئي في طهران ومستجدات الأحداث في المنطقة. نناقش بهذا الملف رئيس جمعية علماء العراق الشيخ خالد الملا. مرحبا بجنابك. حياك سماحة علماء العراق. أهلا وسهلا. الباحث في الشأن السياسي الأستاذ أبو ميثاق المساري، مرحبا بحضرتك. حياك الله يا مرحبا. وعبر سكايب الدبلوماسي السابق من طهران الدكتور هادي أفقهي، مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بجنابك. سماحة الشيخ، أبدأ مع جنابك بالعربية والبندقية. ماذا شكل تأبين الراحل الشهيد السيد حسن نصر الله حفل التأبين هذا في العاصمة طهران بالأجواء التي شاهدتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك الكريمين والسادة المشاهدين، ونجدد التعازي إلى أمتنا الإسلامية والعربية على هذا المصاب الكبير. طبعا القراءات متعددة في خطبة هذا اليوم أو حضور السيد الخامنئي بعد انقطاع طويل عن حضوره لصلاة الجمعة بهذا الشكل الذي رأيناه. نحن نتابع المواقف الإسلامية بغض النظر عن الانتماء المذهبي أو الفكري أو الثقافي. كلنا نحن المسلمين ننتظر كبار القوم حينما يتكلم. نعم. فبالمتابعة والمراقبة، طبعا هو حضوره كما قال في التقرير سيد عادل عبد المهدي، حضور السيد شخصيا في مثل هذا الموقف يدحض أولا الشائعات التي يثيرها الإعلام الإسرائيلي والإعلام المؤيد لإسرائيل، إعلام عربي وغيره، أن القيادات في الصف الأول مختبئة وخائفة. سمعت أكيد طبعا هذا يدخل في حيز الحرب النفسية. فحضوره شخصيا هذا شيء يعني مؤشر مهم جدا، لأن الأمة تحتاج إلى يعني إلى دفعة تقوي من معنوياتها في الحرب، نحتاج إلى مثل هذه المواقف. لكن بتقدير السيد أكد على موضوع لربما الذي يتعمق فيه يعني يستغرب لماذا ذكره السيد في هذه الخطبة وفي هذا الموقف. يعني الموقف هو استشهاد السيد حسن نصر الله مع قادة مهمين من الصف الأول من إخواننا في المقاومة من حزب الله، لكن السيد أكد على قضية زرع الفرقة بين الأمة الواحدة، ويؤكد على هذا العدو الخطير، بل هذا السلاح الخطير، لأن مهما يعني نقدم من تضحيات بهذا المستوى
لكن نحن أمة واحدة، العدو لا يستطيع أن يهزمنا، يؤذينا قليلا، لكن انهزام وتفتت ماكو، ما زال كنا على قلب رجل واحد. لكن إذا كنا متفرقين ونجح العدو بأن يفرق بيننا، بل يجعلنا نتحارب فيما بيننا، هنا يؤتي أكله ذلك العدو. فتركيز سماحة السيد وتحذيره وتنبيهه على أنه يجب أن نهتم بموضوع يعني الوحدة وعدم التفرقة، حقيقة لفت نظري كثيرا. لأن أنا أتابع الإعلام اليوم، قنوات عربية يعني على الأقل ينبغي إذا لم تستطع أن تتفاعل مع استشهاد السيد يعني لو تسكت أفضل، لكن هي هذا الأمر مهم، تستضيف بعض الضيوف الذين ينطقون باللغة العربية لكي يدخل الشكوك في كل شيء. إذن حتى اللحظة نجح العدو بخلق هذه التفرقة، والدليل اليوم مواقف الدول العربية. ولذلك السيد يعني سيد الخامنئي اليوم يؤكد، ومن هنا ومن خلالكم أنا أيضا أؤكد، أنه إحنا لا نتماهل بهذا الموضوع. أنت شفت اليوم مثلا في مجلس من مجالس العزاء في جامع الزوية اللي أقامته السفارة الإيرانية، أشكال العراقيين جميعا، سنة، شيعة، مسيح، صابئة، متدينين، غير متدينين، هذا يعني هذا الإجماع الوطني اللي شفناه اليوم بهذا المجلس ومجالس أخرى مثلا في منظمة بدر يوم أمس وكثيرة من المجالس، هذا يعبر لك حقيقة واحدة، أن العراق يعني خطأ خطوات يعني استباقية لأجل أن يجسد قضية الوحدة الإسلامية والوحدة الوطنية كلاهما، بل أن هذا المشروع هو من أهم المشاريع التي اعتنى بها ورعاها وراقبها وتابعها ودعمها، هي موضوع الوحدة الوطنية والإسلامية من قبل سماحة الشهيد السيد حسن نصر الله. تجربتهم التجربة خاصة بين المسلمين والمسيحيين، سماحة الشيخ أسألك عن الوحدة الإسلامية والعربية اليوم مفتقديها تماما بالوطن العربي، والدليل اليوم نشوف الكثير ممن يقف مع الصهاينة ضد المقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية ويشكك في ضرباتها ويشكك في ولائها، وقلبا وقالبا يدعم نصرة الكيان علنا. مع الأسف يعني شوف، أي دولة أي مجتمع أي دولة يخلو من روح المقاومة رأسا يخلو من قضية هاي الرمزية، رمزية الوحدة الإسلامية والوحدة الوطنية. الآن على شاشتكم قبل قليل شفنا العمة السنية، شفنا العمة الشيعية، شفنا الصابئي، شفنا المسيحي، هذا الشيء ما جاء من فراغ. الدول أو الأماكن التي تتحدث عنها يفتقدون لهذه النعمة. نحن مع كل هذه المصائب التي تمر علينا، خاصة مثل في العراق، في لبنان، في إيران، باليمن، في تجد هذا الشعور الإنساني والشعور الوطني والشعور الإسلامي حاضر. هذا الحضور يعني هذا الحضور ما جاء من السماء هكذا اعتباطا، وإنما مشروع الوحدة الوطنية والوحدة الإسلامية مشروع يحتاج له أن يفعل. عدم التفعيل يصير طبعا الناس تنظر إلى إخواننا في المقاومة النظرة العكسية، تنظر إلى إسرائيل تتفاعل مع الكيان الصهيوني ضد إخوانه. وإحنا دائما نقول لبعض الإخوان العرب نتحدث معهم، نقول أنت ما تختلف معي أن الكيان الصهيوني محتل لفلسطين؟ قال نعم. قلت طيب، إذا كانت هذه المقاومة الآن اللي هي متصدرة من غير حماس، نعم، مقاومة شيعية، أنت شنو عندك بها مشكلة؟ شنو مشكلتك؟ يعني أنت تبدي تقرب العدو الحقيقي هذا الصهيوني، هذا اللي نتحدث عنه، احنا نتناقش وياهم، قل لهم هذا عدوك، انت تختلف وياي ان هذا غاصب للارض المقدسه، انت بذاتك مو تقول انا بالموسوعه الفقهيه والفكريه مالتي، ان الذي حرر القدس سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه واوقفها للمسلمين، وهذا تراث عمر، ليش ما تدافع عنه انت؟ انت ما دافعت عنه، عندك ظروف احنا مسامحيك. إذا إجت الطائفة الشيعية مثل ما حاصل اليوم الطائفة الشيعية الكريمة هي تتصدر موضوع المقاومة، ما بها أي مجال،
يعني شوف التعاطف اليوم، التعاطف في كل العالم هو أغلبيته تعاطف شيعي، أكو تعاطف سني ما أخفيك، لكن حتى المتعاطف السني ما يقدر يجوز، لا عنده منبر إعلامي، لا عنده رخصة، لا عنده مجال. لكن شوف اليوم هذا يعني الإخوان، شوف الطائفة الكريمة هي تتصدى. فأقول له شنو مشكلتك إذا كانت هذه الطائفة الشيعية هي تتصدى لموضوع المقاومة؟ أنت اليوم، أنا لما أتكلم معه وبكل صراحة أقول لك يا، أنا لما أتكلم عن السيد الخامنئي، أتكلم عن السيد حسن نصر الله، وقبل ذلك نتكلم عن السيد مثلا السيستاني أو أي مرجع له موقف مشرف في القضية الفلسطينية أو قضية لبنان، أنا ما عندي قضية فقه، يعني صلاة إذا أصلي وراه أو أقلده، قضية العبادة بجانب، والقضية الكبرى هذه قضية التعامل، هاي مو الدين معاملة كما يقول صلى الله عليه وسلم. شي خلي الإنسان إلا أن الله سبحانه وتعالى أفقد بصيرته وأعمى قلبه، يقوم ما ينظر، يقوم يباوع لهذا شو اسمه نتن ياهو، يباوع لأنه إنسان يشوف سيد حسن نصر الله لا سامح الله بصورة أخرى. هذا يعني أنا أشوفه خسران وأشوفه ضلال. ولذلك قنواتنا الإعلامية خاصة في العراق، المنابر الإعلامية في العراق، هذه تؤثر بنسبة كبيرة على الشارع العربي والإسلامي. فبدأ الشارع العربي، كيف من الممكن للإنسان أن يطعن برمز المقاومة؟ يطعن لأن عنده منابر إعلامية ويمجد، لا ويمجد بنتنياهو. نعم نعم. وأيضا هسه أنت ما تقدر تقاوم عوف المقاومة، تقدر تساعد مساعدات، ما تقدر مساعدات يا أخي، ساعد بكلمة. يا سيدي أكو بعض الشخصيات هنا في أربيل للأسف الشديد تتحدث بذات الحديث، هذول خم مو غايب عنهم الإعلام أو ما يعرفون الحق، بس هذول أولا أعمى الله تعالى بصائرهم بقضية هذه الطائفية المقيتة، يعني خلاص أنا هذا مو على ديني مو على مذهبي، هذا عدوي، لو يحرر لي الكعبة. الصهيوني على مذهبك على دينك؟ لا لا، هذا يبديه. ولذلك أنا قلت لجنابك والأستاذ أبو مساري، أكيد الأستاذ العزيز، قضية إذا تراجع الخطاب يعني قد يتساءل الإنسان لما أكد سماحة السيد الخامنئي اليوم على ونبه وحذر من قضية إثارة الفرقة، لأنه إثارة الفرقة تضعفنا. إحنا اليوم ما نحتاج أن نكون أن ندخل في مشكلة لا سامح الله طائفية، وإنما إش قد حتى الإعلام الإسرائيلي راهن على أن الشعب اللبناني سوف يتقاتل، تذكرون؟ نعم نعم. حتى قبل إعلان يعني الإعلان الرسمي عن استشهاد سماحة السيد، لكن الشعب اللبناني الكريم عكس الصورة تماما، لأن كان هنالك زرع، الزرع طلع. ولهذا شفت علماء، أنا شفتهم بإحدى القنوات الفضائية وقنوات متعددة، علماء سنة يوزعون المساعدات والمواد الغذائية على الإخوان اللي جاي من الضاحية ومن الجنوب. إذن هذا المشروع إن شاء الله انتهى، لكن التحذير من هذا واجبنا أن نحذر، واجبنا أن ننبه مجتمعاتنا ومجتمعنا أنه لا يتقرب لهذا أحسن المرض. أحسنت. اسمح لي سماحة الشيخ، أبو ميثاق، إيران مبتلية يعني اليوم رافع راية المقاومة بالفعل، ونشوف هذه الهجمات وهذا الطعن والتشكيك وهذا اللي يقول مسرحية والكثير من الأمور. شلون تشوف الموقف اليوم بتماسك الدول العربية؟ ضعيف وهش جدا، ما سبب هذه الفتنة التي زرعت في المنطقة؟ نعم، شكرا جزيلا لحضرتك، تحية لك ولضيفك الكريم سماحة الشيخ الدكتور، للضيف الآخر، للأخوة كادر قناة الأيام الفضائية، ونرسل من خلالكم جميعا تعازينا ومواساتنا إلى كل العالم الإسلامي والمشاهدي قناة الأيام، بالخصوص بالمصاب الجلل بشهادة سيد المقاومة سيد حسن نصر الله رحمة الله عليه. يعني بكل تأكيد وجريا على العادة، دائما لا تجد من الواقع العربي إلا ما يؤلم وما يجرح الشعور والوجدان. نعم. يعني ابتداء بغض النظر عن المواقف الحالية واللي سبقت واللي تلت الحادث الأليم والفاجعة الأليمة، إذا عدنا قليلا إلى الوراء ونظرنا إلى هذا التاريخ الأسود الملطخ بالعار، هذه 70 عام التي جاءت بهذا الكيان المسخ، الكيان اللي كما يصفه دائما الإخوان في الجمهورية الإسلامية الكيان المؤقت، لا تجد هذه العبارات عند كل المستويات السياسية في العالم العربي. يعني العالم العربي اقترف، بالإضافة إلى مواقف السيئة، اقترف جرائم بحق الفلسطينيين وساهم
بشكل أو بآخر. يعني أينك حضرتك من الأربعاء الأسود، يعني ملك الأردن في وقته هو الذي قاد سرب الطائرات وضرب الأخوة المقاومين في فلسطين منذ تلك الفترة، منذ بواكير نشوء هذا الكيان، ساعدت بعض الحكومات العربية وساعد الواقع العربي بشكل أو بآخر بدعم مادي وبدعم معنوي وبرأي وحتى اللحظة هذا موقف ولحد هاللحظة هاي يعني معروف جدا أنه لولا تخاذل هذه المواقف لما تغولت ويعني تفرعنت إسرائيل لهذه الدرجة. أعتقد أنه هاي الكيانات الهشة اللي ابتداء هو اصطنعها صاحب القرار في العالم، يعني دول القرار بالعالم مهتمة جدا أن تصنع قيادات ضعيفة، قيادات هشة ليس لها تمثيل جماهيري حقيقي، لا يستند إلى قاعدة جماهيرية. يعني اليوم سماحة السيد الولاية، سماحة السيد الإمام، والتفاف هذا الملايين وحضورهم معه في هذا الظرف الحساس هو رسالة واضحة أنه نحن فداء لهذا السيد الهاشمي، وأنه أي استهداف إليه معناته استهداف لكل هذه الملايين الحاضرة. هناك جمع على خطبة الإمام اليوم رسمت خارطة طريق جديدة، كيف قرأت هذه الخطبة؟ أنا أقول اليوم أتحدى أي قيادة عربية سواء ضالعة في الجاسوسية على أقل تقدير ومساعدة كيان الغاصب أو بالضد، أنه يتواجد تحت الهواء الطلق ومكشوفا مع الجماهير لحسابات أخرى، حتى اللي هم واضعين ايديهم من تحت الطاوله بيد اسرائيل، لا يمكن في هذا الظرف الحساس الكل ينزل الى المخابئ، في مقدمتهم الكيان الغاصب، ما هو نتنياهو في غرفه جهنم 24 ساعه، اجتماعات الكابينت كلها تقام في هذه الغرف تحت الارض، لانه ليست قياده واقعيه لا تستند الى واقع جماهيري. اليوم هذا اللي شفناه واللي نقلته قنواتكم وقنوات كثيره مثل طبعا يعني صورتين، صورة صدمة للكيان الغاصب ولكل من يدعم هذا الكيان، إلى أنه كل هذه الجرائم وكل هذه القتول اللي أحدثتها وهذه الدماء لم تزعزع ثقة هؤلاء الناس بقيادتهم أولا وبموضوعهم وأهمهم الأول، وهي قضية الإسلام الأولى في فلسطين. أعتقد اليوم سماحة السيد الولاية القائد كان يعني واضحا جدا، وأشار إلى يعني كان يريد أن يؤسس إلى بعض المفاهيم أنه لا تليق بالقيادة الواقعية الاختباء بالملاجئ، إنما مكان القائد هو بين جماهيره، وهذا منطلق وممكن أن نؤسس عليه ونكتب به جرائد، ممكن أن ننشئ لهذه الوقفة ولهذا الظهور الملائكي اليوم يعني حدث ولا حرج من الكتابات. الأمر الآخر اللي أراد يعني أن يسدد إليه ويصوب أنه الدنيا مقامات، ويعني سماحة السيد الشهيد رحمة الله عليه كان يستحق هكذا ظهور، وأصلا لا يليق بهذه النفس الزكية وهذه التضحية الكبيرة إلا بهذا الظهور الفذ وهذا الموقف الشجاع من سماحة السيد الولاية، أنه تعزيزا وتكريما لهذه الدماء العزيزة، لهذه الدماء الغالية، اليوم يعني يقتحم السيد هذا الوضع ويظهر للعلن وتحت السماء ومكشوف تماما ليؤسس لهذه المفاهيم التي تختلف تماما بكل تأكيد عن كل ما يعني يحاول الكيان الغاصب زرعه بالأذهان، انه احتمي وادخل تحت الأرض وانت لا يجوز ان تضع نفسك في مرمى النار وكذا من هذه المفاهيم. لا، اليوم هذا التأسيس وهذا التأصيل مهم جدا، وهو علم يدرس وهو من الأهمية بمكان أنه نقف عنده كثيرا. هذه الصورة سوف تبقى حاضرة في أذهان الإعلام الغربي وكل الأكاديميات والجامعات في الخارج. أعتقد أنه هذا الموقف كبير بدرجة أنه يراد له أن يبقى محفورا في الذاكرة، ويراد استهلاكه أكثر من مرة واشتراره دائما ليكون مفهوم واضح وشفاف. إذا سمح لي أنتقل لطهران دكتور هادي، ما هي الرسائل التي أراد الإمام الخامنئي إيصالها خلال خطبة اليوم الجمعة، وأيضا ما هي أبرز ردود أفعال الشارع الإيراني وحتى العربي على هذه الخطبة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية وضيفيك الكريمين والمشاهدين الأعزاء. أنا أقارب ما حدث اليوم وما شاهدته من قريب من منظورين، المنظور الأول هو الشكل والمنظور الثاني هو المضمون. نعم. فيما يتعلق بالشكل، تسلسل المشهديات منذ أن أعلن عن اغتيال سماحة الفارس العربي السيد حسن الله قدس الله نفسه الزكية، كان من المفترض أن تغيب أو تخبأ شخصية الإمام الخامنئي بحجة أنه ربما يتعرض لعمل قصف واغتيال، والبعض حتى ذهب أبعد أنه ربما تعاد عملية اغتيال الشهيد إسماعيل الهنية. فكان له اجتماعا مع طلاب نخبويين جامعيين وأكد أنه يجب أن نستمر في برامجنا اليومية العادية. وقبل 4 أيام من خطبة اليوم والحضور في صلاة الجمعة أعلن مكتبه أنه هو الذي سيقوم في الحقيقة الحضور والمصلين والخطبة. وكذلك مشهدية أخرى، تحدي رئيس الجمهورية بيزشكيان عندما دعي إلى مؤتمر الحوار الآسيوي في دوحة قطر. نعم. وهدد أنه ربما تضرب طائرته وهذا إنسان مجنون نتنياهو ربما يفعلها، لكن تمنى الشهادة، قال أنا هيئت نفسي للشهادة. واليوم السيد عراقشي وزير الخارجية بالرغم من التحذير الرسمي والعلني والمكرر لنتنياهو أنه أي طائرة إيرانية تحط في مطار بيروت للشهيد رفيق الحريري سنضربها، ونزل ومعه وفد رفيع المستوى ومعه إعانات طبية وغذائية ب11 طنا، والتقى بمسؤولين رسميين وغير رسميين وقال ما قال ولا ندخل في التفاصيل. دكتور، بهذه المواقف ماذا تريد إيران أن تقول للعدو؟ تريد أن تقول له اخرس ولا تهدد، فنحن لا نخاف التهديد. أنت هددتنا وقصفت القنصلية وضربناك بعملية الوعد الصادق الأولى، وقمت بعملية اغتيال ضيفنا وقتلته في دارنا واعتديت على سيادتنا، وضربناك بعملية الوعد الصادق الثانية، وتحفظنا على وتجنبنا ضرب في الحقيقة يعني عمليات أخرى من المناطق الآهلة بالسكان وما إلى ذلك، ولكن المرة الثالثة لا حط خطوط حمر ولا أخلاقيات ولا هم يحزنون. كل شيء سيكون تحت نيراننا. هذا الموضوع الذي أشار إليه اليوم سماحة السيد القائد، وموضوع في المضمون، أريد أن أتطرق للمضمون، إنه المضمون هو إنه المقاومة مستمرة ويوما بعد يوم تتسارع إيران في دعم هذه المقاومة، وضرب واستشهاد الشهيد الكبير سيد حسن نصر الله قدس الله نفسه أو شهداء آخرون، هذا لا يؤخر ولا يجعلنا نتردد ولا نتخاذل ولا نتراجع، لأن هذا الطريق يعني أخلاقي شرعي فقهي قانوني وحقوقي. وخصص يعني فصلا مشبعا فيما يتعلق بالأساس الشرعي كما تفضل فضيلة الشيخ الملا إنه الوحدة. يعني كل هذا ما تعانيه في الحقيقة من آلام، من حروب، من اغتيالات، من دمار، هو موضوع عدم وجود اتفاق. وما يؤكد عليه سماحته يستدل بآيات قرآنية محكمة أنه إذا أردتم العزة والرحمة والكرامة يجب أن تتحدوا، يجب أن تحلوا خلافاتكم فيما بينكم. وهذه في هذا هو في الحقيقة الشعار السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، إن في زمن السيد الشهيد السيد إبراهيم الرئيسي أو في زمن السيد بيزشكيان الذي استضفتموه أنتم في العراق، وما كانت ما أحلى زيارة، بدأ من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب، هذا هو الطريق الأنجع. فأكد أنه ما دام لا تكون هناك وحدة، يستخدم الاستكبار العالمي وربائبه من صهاينة من متصهينين خليجيين، يستخدم أسلوبين، إما أسلوب الحروب النيابية والأعمال العدائية، الانقلابات، التقاتل، هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني لا، بالابتسامات الدبلوماسية لكي يخدع الطرف المقابل أنه أنا معك ولكن إيران ليست معك،
فأنا أقف إلى جانبك، أنا أشكل حلفا في هذه المنطقة، أنا أتي بأساطيلي لكي أدافع عنك. وعندما في الحقيقة تنتهي صلاحية هذه الأنظمة المطبعة ينقلب عليها كما انقلب على القذافي وانقلب على مبارك وانقلب على بن علي وانقلب على عبد الله صالح. إذن خطاب اليوم تأكيد أنه القوى الإيرانية العسكرية الإيرانية سواء الجيش الدول الإسلامية أو الحرس الثوري خير ما فعل، لأن ما فعله هو حق رد يكفله القانون الدولي دكتور وتكفله السماء والشريعة الإسلامية. دكتور، نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله اليوم يقول أن وزير الخارجية الإيراني جاءنا ليقول أن طهران مع لبنان بالكامل، ما المقصود هنا بالكامل، وهل ستغير إيران من استراتيجيتها وأسلوبها في المنطقة ومع الحرب؟ يعني بالكامل هي منظومة البعد السياسي والدبلوماسي ولما لإيران من حضور وثقل ووزن سواء على مستوى المنطقة وانخراطها في مثل منظمة التعاون الإسلامي، في منظمة شانغهاي، في منظمة البريكس، في منظمة الإيكو، وكذلك منظمات أخرى عابرة للقارة. على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الأخلاقي، على المستوى الدعم الشعبي، وخصوصا على المستوى الأمني والعسكري واللوجستي، إيران واقفة ولا تسمح أن يؤذى حزب الله ومهما كلفت الأثمان. نحن الآن لماذا نعاقب؟ لماذا في الحقيقة نهاجم؟ لماذا يقتلون القائد سليماني مع رفيق نضاله يشهده المهندس؟ لأنه وقفنا بوجه أمريكا، هذا قالته أمريكا علناً. وحتى سماحة السيد الشيخ حسن نصر الله نشرت مجلة الأكسيوس أنه بما أنه من خلال زيارات هوكشتاين للبنان وإيصال رسائل أمريكية لحزب الله، بالرغم من أنه لم يلتقي مرة واحدة بالحقيقة ورفض بالكامل السيد حسن لقائه بهوكشتاين، عندما توصلوا أنه لا ينفصل حزب الله عن جبهة الإسناد لغزة، قال إذن يجب أن يحذف من المعادلة. ما معنى يحذف من المعادلة؟ يعني أصدرت أمريكا ونتنياهو في نيويورك، أصدرت أمريكا أمر اغتيال الشهيد الكبير الحسن نصر الله رحمة الله عليه، وقامت ما قامت في أمريكا. إذن إيران تقول مع كل هذا وذاك نحن لا في الحقيقة نكف عن دعمنا على مختلف المستويات. ولماذا يستشهد الجنرال نيل فروشان في نفس عملية القصف الذي كانت في اجتماع مع سمت السيد حسن؟ ذهب ليعطي في الحقيقة الاستشارات العسكرية، وهو مستشار عسكري وكان أخصائي في العمليات العسكرية. إذن لا نحيد ولا نبتعد عن حزب الله، بخلاف ما اتهموا إيران لأنه طالت مدة الانتقام والثأر أنه تخلت إيران، وهذا الذي نسمعه في الفضائيات مع الأسف العربية أكثر من الفضاءات الأجنبية. إذن إيران واقفة وتعرف هذا مسار طويل، ويجب أن قال شدوا الأحزنة. يعني في بداية خطابه قال يجب علينا شد الأحزنة. نعم. معنى أنه المقاومة مستمرة جي. والجهاد والمواجهة مستمرة. جيد دكتور، إذا تسمح لي أنتقل لسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، أسألك عن موضوع عن بعد الإسلامي والإنساني، هل أو كيف يتعامل الإسلام، وهل علمنا الإسلام وعلم المسلمين أن السكوت عن الحق وعدم نصرة المظلوم وقول الزور والوقوف مع الباطل، ولغير المسلمين حتى من الذين ليس لديهم علاقة مثلا قوية بالإسلام، من الجانب الإنساني كيف يستطيع الإنسان أن ينصر من يقتل الأطفال ويقتل النساء ويهجر العوائل، واليوم نراهم وهم على الأرصفة وفي الأزقة والشوارع نائمون؟ ويمكن الجواب من خلال مضمون ما تحدث به السيد الخامنئي، ما زلنا نتحدث نحن عن الخطبة يعني. نعم. السيد تطرق لهذه القضية أثناء حديثه باللغة العربية، خطابه للأمة جمعاء أنه يجب علينا جميعا أن نتضامن مع أهل غزة، مع فلسطين ومع اللبنانيين. هذا الوجوب ليس وجوبا فقط يعني شرعيا، وجوبا إنسانيا، وجوبا عقليا، وجوبا قانونيا، ووجوبا شرعيا باعتبار نحن اليوم
كل المحيط الذي نعيش به إما عربي أو عربي مسلم يعني. فهذا من باب أولى أن 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 ينظر وأن يقول كلمة الحق على أقل تقدير. وسأجيبك أيضا بإسهاب، لكن وقوفنا وجوب أن نقف مع الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. وأيضا أشار إلى موقف السيد حسن نصر الله هذا الشهيد الكبير الذي وصفته المرجعية على لسان سيد السيستاني أنه الشهيد الكبير، وهو فعلا الشهيد الكبير. هذا الرجل له موقف على أقل تقدير ما رأيناه بأعيننا أكثر من 40 عاما، هو في محور من المحاور وهو جدار صد بوجه إسرائيل. يعني هذا لا يحتاج إلى أن نصدق أو نكذب. وخاتمته وكان بإمكانه السكوت وعدم فتح الجبهة. وخاتمته أنه قتل على أيديهم، وهذا شرف ما بعده شرف. وأشار ضيفك الكريم يعني لهذه القضية أثناء كلامه أخونا العزيز من طهران، أنه عرضت عدة مساومات وعدة عروض على سماحة السيد نصر الله أنه فقط يتوقف عن دعمه إلى غزة، يخلي غزة لوحدها إحنا نتصرف فيها، أنت يا سيد حسن نصر الله وأنتم يا حزب الله ليس لكم علاقة بدعم غزة، لكنه أبى إلا أن يدعمهم. كل هذه المواقف اللي إحنا نتحدث بها اليوم والتي أشار إليها سماحة السيد الخامنئي في خطبته، أنا أعتبرها الخطبة التاريخية اللي جنابك يعني أو الأخ أبو ميثاق قلتما أنه هذه خارطة الطريق، إن إحنا إحنا نحن كمسلمين إحنا خارطة الطريق حتى نعرف شلون نشتغل. كل هذا الكلام اليوم اللي ذكره يذكرني بموقف، يعني أنت 40 سنة وأنت تشوف بعينك كيف هذا الرجل بغض النظر على الانتماء الديني والمذهبي والفكري والولائي، هسا ولاء إلى إيران ولاء إلى فلان هذا ما يخصني، بس أنت 40 سنة تشوف موقفه للإسلام وللمسلمين وللأطفال وللأقصى ولفلسطين 40 عام. النبي صلى الله عليه وسلم، اسمحوا لي أذكركم هذه القصة سريعا، النجاشي كان نصرانيا ملك الحبشة، حينما بعث إليه بعض الصحابة من المهاجرين بقوا عنده 3 أشهر وقال روح إلى فلان هذا ملك لا يظلم عنده أحد، إش كثر آواهم 3 أشهر ما خلى يعني سيوف قريش تضرب أعناقهم، ويترأس الوفد شو اسمه هذا سيدنا جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار عليه السلام. لما مات ثم عادوا الصحابة إلى مكة وانتهى الموضوع. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، خلي يسمعون المسلمين الآن، خلي كل المسلمين والعرب يسمعون، لما سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنا أطلب من جنابك أنه هذا الكلام اللي راح أقوله هو هذا الموقف الإنساني العظيم. 3 أشهر مقابل 40 سنة، 3 أشهر ما بها لا قنابل ولا صواريخ ولا غيره، هذا 40 سنة وقف. فلما سمع بموت النجاشي انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال، قال لأصحابه وللأمة ولنا، هاي العبارات راح أذكر لك إياها، هو قول النبي، لقد مات اليوم رجل صالح فتعالوا نصلي عليه. لا لا لا. الأمة لو كانت أمة حية، لو كانت أمة حية في كل مساجد العالم بشرق الدنيا وغربها تصلي صلاة الغائب اليوم على شهيد الإسلام سيد حسن نصر الله، والله لو كانت الأمة حية غير ميتة، مو كلام وزير الأخ وزير الخارجية الإيراني إنه دعمه بالكامل، هذا كلام قول وفعل. أقول لو كانت الأمة حية لصلت الغائب على نصر الله في كل مساجدها حتى تبرهن إلى، والله لو سوينا هاي العملية، هذا التجربة اللي مسويها اليوم كان هذا الكيان الصهيوني انهزم شر هزيمة. من يتحكم بمواقف العرب والمسلمين كيف سيقف أمام الله؟ هذا المشكلة يا سيدي، الوعي اليوم شنو اللي يخلي اليوم الأستاذ مثل أبو ميثاق يتحدث بهذا الحديث وغيره بنفس الوضع، أمي البسقاط ورباط يتحدث بلسان نتنياهو،
الفرق شنو؟ هذا مو هذا خيانة. لا مو هذا الطرف عنده وعي، عنده إيمان، عنده تربية، ذاك لا وعي لا إيمان لا تربية. فالذي يقف مع قاتل الأطفال وذابح النساء وناهب الثروات يقف على ابن جلدته، ابن دينه، ابن مذهبه، ليش هو بس السنة أو اللي ينتسبون إلى السنة؟ اليوم مثلا بعضهم يقف موقف سلبي، لا أكو شيعة يقفون، أكو عمائم شيعية وأكو عمائم شيعية سوداء اشتريت بمليارات أو بملايين، هذه ما قيمتها، ما قيمة الأموال يا سيدي. أنت كم تريد أن تعيش؟ أنا أسألك بالله، لو أردنا أن نتحدث بالحديث الدنيوي، ليش هو حجي قاسم محتاج مال؟ أبو مهدي المهندس كان محتاج مال؟ سيد حسن نصر الله كان محتاج مال؟ هي قضية مو قضية مال وقضية بنايات وقضية شركات، لا مو هاي القضية. القضية أكو قضية عقيدة، إنه أنت عليك مسؤولية. وحتى وإن كنت عنصري وتفرق، هذا نعم عربي وهذا فارسي، سيد حسن نصر الله عربي مقاوم شريف غير سياسي، هم الوحيد غزة ونصرة غزة وفلسطين. صدقني يطعنون به لماذا؟ صدقني الموضوع ليس موضوع هذا فارسي وهذا عربي وهذا. في زمن الشاه، من كان نظام الشاه، كان بعض حكام الخليج يقبلون إيد الشاه، ايد الملك، اكو صور انا شايفها يقبل ايده. طيب خب اذا كان فارسي، اذا كان ايراني، القضيه قضيه دين. هذا فارسي وعنده دين، هذا عربي وعنده دين، لا هذا نخلي عليه كروس. هاي المشكله. فانت اليوم تتمنى بعض الاشياء، ولذلك اقول لك يعني ان شاء الله ثوره الوعي ملازمه لمحور المقاومه. أحسن. لازم نوعي شبابنا ونوعي اخواننا ونوعي بناتنا، لانه الزحف هذا الاعلامي الخارق اللي يحاول يزيف الامور، هذا احنا واجبنا. واليوم اشاره السيد انه الجميع يتحمل المسؤوليه. اليوم انا اذا يجوز انا ما اقدر اشيل بندقيه لظرف من الظروف، بس انا اقدر اتكلم. بالضبط. يجوز اخر يقدر يشيل بندقيه بس ما يعرف يسولف، اعطوني بندقيه خليني اروح اقاتل. اكو واحد لا يقاتل ولا يسولف، بس عنده سياره يحط بيها مواد يودي وهكذا. احنا المهمه يا سيدي ومن رخصه الاخوان جميعا، مهمتنا مهمه تضامنيه. لا تقول انا ما لي علاقه، لا تقول انا شو اللي، لا انت لك علاقه وانت جزء من المسؤوليه. شنو تقدر سوي؟ احسنت. أبو ميثاق، اليوم والله لو تكاتف العرب بموقف واحد أمام هذه الثلة المستهترة الطاغية التي تعيث في الأرض فسادا، لما كانت أو لما كان لإسرائيل ذكر، شنو سبب من يتحمل مسؤولية هذه الخيانة في المنطقة وخيانة القضية الإسلامية والقضية الفلسطينية؟ بكل تأكيد خليني بالبداية أثني على ما تفضل بسماحة الشيخ الدكتور خالد الملا. يعني أنا معني كثيرا بهذا الوجدان العالي تحدث به. نعم. سماحته، وهذا يعني هاي البحة العراقية وهذا الوجدان العراقي. أنا أقول وردا على سؤال حضرتك وسؤال محوري ومهم، متى ما قدمنا هذا النوعية من الشخصيات، هاي البحة والوجدان العراقي اللي يمتلكها، متى ما تقدم الراوط، متى ما تقدم الناس وتسلم المسؤولية، أنا أتوقع وأبني على ما أعرفه عنه منذ سنوات. أنا أعرف متى ما يكون الضمير حيا. تماما. أنا أعرف هذا الرجل من أيام بواكير بداية انتصار الحشد الشعبي ومعاركه في تحرير العراق. يعني انتدبناه في ملتقى الثقافي للحشد الشعبي اللي كنا ننظمه في مدينة الكاظمية. منذ ذلك الوقت كنت أعرف أنه هذه البحة وهذا الوجدان العالي اللي هسه انتفض سماحته وحكى هذه الكلمات، حقيقة لو أقيمت صلاة الغائب في كل دول العالم ويستحق سماحة السيد الشهيد لتغير من الوضع كثيرا. لكن احنا اليوم نعتب على منه، يعني نعتب على ناس هم أصلوا وجذروا لهذا الكيان اللقيط، هذا الكيان المؤقت، ساعدوا بالأموال وساعدوا بالأنفس، أقاموا الحروب وقتلوا بأيديهم وبطائراتهم، ألقوا القنابل على الفلسطينيين حتى ينتصر هذا الكيان، وسقوا هذه النبذة الشيطانية إلى أن نمت وأصبحت وتضخمت إلى هذا الشكل اللي نشوفه. والله اليوم والله أكو موضوع أنا ما أستوعبه، يعني هل من الممكن لمسلم عربي اليوم أن يقف بالضد من القضية الفلسطينية وينكر مظلوميتهم؟ هذا ما ممكن. لا طبعا. زين شلون نشوف اليوم من يطعن حتى بعد استشهاد سيد المقاومة
السيد حسن نصر الله، عربي مسلم يدافع عن القضية الفلسطينية بعيد عن أمور السياسة، 40 سنة من عمره أفناه في الجهاد، شنو اليوم اللي يجعل هذا الإنسان أن يطعن بالسيد وبالقضية الفلسطينية برمته؟ مشخصين أستاذ، ويعني أمام جمهورك وجمهور قناة الأيام ذكي جدا وقارئ جدا لما خلف السطور. القرآن اللي هو دستور الأمة شخص هذه الأمور، يعني احنا حتى لا نغفل المنافقين اللي فعلوا أفاعيلهم في زمن حضور رسول الله صلى الله عليه وآله، المنافقين اللي فعلوا الأفاعيل في زمن حضور علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ما حصل في كربلاء، هؤلاء وين؟ ما أبنائهم وأبناء أبنائهم والقوم أبناء القوم، فكل هذه التبعة الثقيلة لنفاق هؤلاء يعني ينعكس بصورة أو بأخرى على أحفادهم وأحفاد أحفادهم. ما نراه اليوم هو تمثيل طبيعي جدا ل هاي ملكة النفاق اللي مسيطرة على البعض، وهذا إبليس وهذا الملكة الشيطانية اللي سيطرت على عقولهم، حبهم للدنيا والمال، تقديم حب الدنيا هو أساس كل المشاكل. لكن اليوم حتى يعني لا نذهب بالوجدانيات كثيرا، أنا يعني أحاول قبل لا أن يأزف وقت البرنامج أثير إلى أمور كثيرة يعني ضمنتها الخطبة. أنا اليوم منبهر كثيرا يا جماعة، والله يا سماحة الشيخ، اليوم كلام السيد الولاية يعني أحدث مفاهيم في الأدب السياسي وفي الأدب العقائدي. الرد الإيراني لا يتأخر ولا يستعجل، لا نتأخر به ولا نستعجله، يعني هذه هذا أول شيء ضغط مفاهيم في اللغة العربية، وأنا من فضل أعلم دكتوراه بأدب اللغة العربية، فهذه مفاهيم عالية ومضامين عالية، إنه وحتى خطة عمل ممكن أن يعني نصيرها ونعكسها حتى في زمن غياب سماحته لا سمح الله لأي ظرف كان. هذه خطط وهذه يعني مواعيد واشترحها وخطها بلسان عربي فصيح بأدب سياسي عالي، إنه في حال ضربت الجمهورية الإسلامية أو ضرب الجنوب اللبناني أو هذا هناك رد متأكد ومتيقن منه 100%، لكنه أن يأتي مستعجلا لا، لكنه لا يتأخر، وهذه حدود ومضامين حددها سماحة السيد الولاية اليوم بكل عناية، عناية فائقة. أنا أستاذ لغة عربية وما أعرف شلون تمكن سماحته من أن يضغط كل هذا الحديث في يعني أنه لا نستعجل ولا نتأخر. عجيب كلام. وتعال شوف البلاغة، شوف البلاغة. واليوم إذا تسمحوا لي باقي عندي أقل الدقيقتين المفاهيم، أنا بس أريد أثبت هاي الحالة ولو لا أخذ من وقت البرنامج. هاي حرب الإسناد، هاي إلها هوية. هذه اليوم حرب الإسناد اللي أصر عليها سماحة السيد ودفع دمج الشريف من أجلها حسن نصر الله، لولا تمسكه بإسناد قطاع غزة لآلت الأمور إلى غير، ولا كان عايش بيننا اليوم، ولا كانت الأمور كلها متغيرة. لكن إصراره على هذه الهوية، هوية الحرب تحت هذا البند العريض، إسناد غزة وإسناد الفلسطينيين وإسناد هاي القضية العادلة، هو السبب اللي كل المعاناة اللي صارت والتضحيات العزيزة والغالية. دكتور، هذه المقاومة العراقية دخلت على خط الاشتباك المباشر اليوم وقصفت عدة مواقع إسرائيلية وكبدت العدو خسائر بشرية، ما قراءتك لقادم الأيام في المنطقة باختصار؟ تفضل. يعني أكيد سيكون هناك تصعيدا ما دام العدو الصهيوني يعتدي على المناطق الأهل بالسكان وحتى يضرب الطواقم المسعفة، واليوم ذهب 13 شهيدا أثناء إسعافهم وإنقاذهم للجرحى ولمن في الحقيقة نجا من عملية القصف. فعملية التصعيد عندما يقول سماحة السيد شدوا الأحزمة ولم يرجع السيف إلى غمده، إلى أن في الحقيقة يجب أن يتراجع العدو الصهيوني، يجب أن يلجم هذا، واستخدم عبارات يعني هو رجل أديب ورجل مؤدب جدا سماحة السيد، نعم، لكن استخدم اليوم الكلب المسعور، يعني هذا يدل على أن شدة غضبه ونفرته في الحقيقة من هذا الموضوع. ولكن أنا فقط قبل أن ينتهي البرنامج بعبارة واحدة، أنا شاهدت الحضور أخي العزيز، يعني كل رجالات الدولة من سياسيين إلى عسكريين إلى أمنيين إلى البرلمان برؤساء الثلاثة
رئيس القوة القضائية، رئيس القوة البرلمان، رئيس الجمهورية، الوزراء، المندوبين، كل يعني كل النظام كان تحت السماء المكشوفة هذا اليوم، بمعنى أنه كلكم أمام خطابي موظفون وكل يجب أن يقوم بدوره في هذه الظروف. يعني كلنا في الحقيقة يجب أن نسلم جماجمنا لله ونتد أرضنا. دكتور باختصار، لماذا كان خطاب الإمام الخامنئي اليوم باللغة العربية؟ خصوصا باللغة العربية واللغة الفارسية طبعا، حتى يعني ولكن التفصيل أكثر كان باللغة العربية. هو أتساءل لماذا كان باللغة العربية؟ هل هناك رسالة يعني أراد إيصالها إلى الشعوب العربية تحديدا؟ طبعا هو حتى بعض الأحيان لعلمك يعني يوجه رسالة حتى للأمريكيين باللغة الإنجليزية، يعني يعرف أن هناك كلام مسموع وكلام الحق أساسا مسموع. يعني دعك عن الحكام، والله العظيم لو يسمح لهذه الشعوب حتى الشعوب الخليجية يعني لو يسمح لها يرفع عنها القيود لرأيت هناك نشامة، لرأيت هناك وجدان، لرأيت هناك ضمير. لم يمت الضمير العربي كما يقال في الإعلام، ولكن ماتت الحكام ويصربون الموت في الحقيقة، الموت السريري والسياسي والضميري لشعوبهم مع كل أسف. نعم، الدبلوماسي السابق من طهران الدكتور هادي أفقهي أشكرك جزيل الشكر، ورئيس جمعية علماء العراق الشيخ الدكتور خالد الملا أشكرك جزيل الشكر، والباحث في الشؤون السياسي الأستاذ أبو ميثاق المساري شكرا جزيلا لجنابك. مشاهدينا شكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.